عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مدارس دار المعارف الخاصة للصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثاني. النهاردة هناخد حاجة اسمها عائلات الحقائق. طب يا ترى يعني ايه عائلات الحقائق؟ قال لي عائلات الحقائق يعني مش كل عيلة لازم نبقى ليها بابا وماما وأخ وأخته، دول تبقوا عيلة، دول أكيد حقيقة، ده أكيد ده أخو ده، وأكيد دي أخته، وأكيد ده بابا، وأكيد دي مامته، فدي اسمها حقيقة، حقيقة احنا مستحيل تتغير في يوم من الأيام. طيب برضو الأرقام عندها عيلة وعندها حقائق وعمرها ما هتتغير في يوم من الأيام. قال لي مثلا يعني زي العشرة، مين بيكون العشرة من ضمن مكوناتها؟ قال لي الأربعة والستة. طيب قلت له يعني أربعة زائد ستة أكيد هتديني عشرة؟ قال لي آه. طب وعشرة ناقص أربعة أكيد هتديني كام؟ برافو هتديني ستة. طيب 10 ناقص 6 اكيد هتديني كام؟ مين اللي ناقصه معايا؟ الاربع. فدي حقيقه، يبقى 4 زائد 6 ضروري هتديني 10. طب 10 ناقص 4 اكيد هتديني 6. طب 10 ناقص 6 بالفعل هتديني 4. دي حقيقه ما ينفعش تتغير، يبقى طالما ظهرت ال 10 وال 4 يبقى اكيد هيظهر 6. طب لو ظهرت ال 10 وال 6 اكيد هيديني 4. طب وال 4 وال 6 مع بعض أكيد هنوصل للعشرة، فدي حقيقة عمرها ما تتغير في يوم من الأيام. ناخد حقيقة تانية، يلا عندنا هنا الاتناشر والسبعة والخمسة، يبقى سبعة زائد خمسة أكيد هتديني كام؟ برافو اتناشر. طب واتناشر ناقص سبعة أكيد هتديني كام؟ برافو خمسة. طب اتناشر ناقص خمسة، برافو جدا أكيد هيديني سبعة، يبقى خمسة زائد سبعة من غير تفكير هتديني 12. واتناشر ناقص خمسة مين اللي ناقصة؟ السبعة. طب واتناشر ناقص سبعة هتديني كام؟ برافو هتديني خمسة. طيب يلا ناخد مثال بقى على اللي احنا لسه قايلينه ده. يلا عندنا الحقيقة هنا بيقولي ستاشر وسبعة وتسعة، يبقى من غير ما افكر طالما عمل علامة زائد يبقى السبعة زائد تسعة اكيد هتديني ستاشر. طيب لو حطينا 16 ناقص 7 اكيد هتديني كام؟ برافو اكيد هتديني 9. طب 16 ناقص 9 اكيد هتديني كام؟ برافو جدا هتديني 7. هي حقيقه كده مع بعضها ما ينفعش تتغير. طيب ال 20 وال 9 وال 11، يلا بقى نبتدي نلعب. 9 تبقى زائد 11 هتديني برافو 20. طب وعشرين ناقص تسعة هتديني برافو 11. طب وعشرين ناقص الحداشر هتديني 9. ودي كده نكون انتهينا من عائلة الحقائق، واتمنى تكونوا مبسوطين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can be the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Steady.